ذو الوجه الأرجواني آكل أوراق الأشجار، لا نجده في أي مكان آخر سوى في سريلانكا. هذا النوع يعيش في الغابات المطيرة الخصبة في البلاد فحسب، نادرا ما ينزل إلى اليابسة. عوض ذلك يختار التزاوج وتناول الطعام مع القطيع في الأمان الذي توفره الأغصان. تشكل الأغصان والنباتات المعرشة ملعبا رائعا. مؤخرا تنبه علماء الطبيعة المحليون إلى وجود دخيل في الغابة. إنه أيضا قرد ذو وجه أرجواني اللون يأكل أوراق الأشجار. ويبدو أن الإناث لديها ميزة. يبدو أن القردة البيضاء تتمتع بحظ أكبر بعد أن يتم اختيارها كشريكة للتزاوج. لكن بالنسبة إلى هذه القردة الإناث لا تحصل الأمور دوما كما تريد، وهذا المظهر اللافت يجعل من الصغار فريسة سهلة للحيوانات المفترسة. تعيش القردة معظم حياتها في الأشجار. فقط إن باتت المسافة بين الأغصان بعيدة جدا قد تخاطر بالنزول إلى الأرض، وحتى حين تفعل هذا تكون حذرة جدا، لأنه على الأرض يعيش أكبر حيوان مفترس يصطاد بين هذه الأشجار. أفعى الصخور مع طول يصل إلى 5 أمتار تستعمل جسمها لتسحق ضحاياها حتى الموت. لكن اليوم هذه العضلات تستعمل لأمر آخر. ها هي تلتف بالقرب من مجموعة بيوضها العملاقة لتولد الحرارة، ومع تقلصات وانقباضات ناعمة مستمرة تبقي بيوضها دافئة. إنها تحرس البيوض منذ أسابيع عديدة، لكن غريزة الأمومة لن تدوم طويلاً. حين تشعر باقتراب ولادة الصغار تغادر المكان. ترك الصغار في هذا الوقت الدقيق هو تصرف غير طبيعي من قبل الأم، لكنها بالكاد تناولت طعاما منذ أسابيع، ويمكن أن تسيطر غريزتها كحيوان مفترس على غريزة الأمومة لديها. تنتشر في أرض الغابة أفاعٍ. الأصلة أفعى تحب الوحدة، لهذا يبدأ الصراع بين الإخوة في وقت مبكر. على كل أفعى إيجاد بقعتها الخاصة والمكان الخاص بها للاختباء. حالياً لا شيء آمن في هذه الغابة. نسر الأفاعي المتوج يتفحص من أعلى الشجرة أرض الغابة. بصبر كبير يستعمل استراتيجية الوقوف والانتظار ليقبض على فريسته، والأصلة الصغيرة التي فقست حديثا تشكل الوليمة الملائمة. الغابات المطيرة في سريلانكا موجودة في جزء صغير من الجزيرة. ثلثاء أراضي سريلانكا تسيطر عليها الأراضي المنخفضة، حيث تتحكم المواسم الجافة والقاسية بنمط الحياة. لكن في الجزء الجنوبي الغربي الجبلي من الجزيرة تبقي الأمطار الأراضية خصبة طوال السنة. هنا في هذه الغابات المطيرة الكثيفة دفعت المنافسة على الموارد المحدودة الحياة في القطاع الرطب
تتكيف الأنواع لاستغلال كل جزء من الغابة، والنتيجة هي وفرة حياة، حيث تلمع أحجار كريمة ملونة بين النباتات. إنها منزل لفنانين في القفز وأزياء مبهرجة، مكان تبدو فيه عصافير الحناء مثل غراب العقاق، وغراب العقاق مثل المهرج. وكي تعيش في هذه الغابات سيفيدك جدا ألا تكون نيقا. الفاكهة، الضفادع والحشرات كلها على قائمة الطعام. لكن مخلوقا واحدا لا يكل في تصميمه على القتال والدفاع عن أرضه، النمل الناسج. يمكن لمستعمرة من النمل أن تقضي على ملايين الضحايا سنوياً. حين تكون وحدها فهي واحدة من أصغر المخلوقات في الغابة، لكن حين تجتمع معاً تصبح من أقوى الجيوش فيها، وذلك بسبب قدرتها على التلاعب بمحيطها. إنها قادرة على السكن في أي مكان في الغابة، من كومة الأوراق إلى قمم الأشجار. حين يتعلق الأمر ببناء مستعمراتها، عمل الفريق المعقد لديها لا مثيل له في أي مكان من الطبيعة. تحمل الأوراق بقوائمها وبفكوكها وتثبت الأوراق الخضراء معاً. تبقى ثابتة في أماكنها وتنتظر باقي أفراد المستعمرة لتخيط الأوراق معاً. يتم إحضار يرقات صغار النمل للمساعدة. حين تضغط قليلاً عليها تخرج خيطاناً من الحرير. عبر التحرك إلى الأمام والخلف يبني النمل منولاً حياً. تتألق غابات سريلانكا المطيرة في هذا المناخ الدافئ والرطب. سنوياً الجزء الأكثر رطوبة بالجزيرة يغمر بما يقارب 5 أمتار من الأمطار. تتسبب الشمس الحارقة بتبخر الرطوبة عن الأرض تقريباً بالسرعة نفسها التي تتساقط فيها الأمطار. يحمل كل يوم غيوماً ضخمة تتراقص فوق الأشجار وتستعد لتسقط من جديد كأمطار غزيرة. لكن حين نتسلق صعوداً إلى قلب جبال في سريلانكا نجد غابة مختلفة ومذهلة. تختبئ في المرتفعات غابات الغيوم في سريلانكا. هنا الحرارة منخفضة أكثر، وفي شهري ديسمبر ويناير يغطي الجليد القمم المرتفعة ويمكن أن تهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، والحركة التصاعدية للهواء البارد تتحول إلى ضباب كثيف جداً. الأشجار المنحنية مثل الرجل العجوز واهنة وكبيرة في السن تبقى مغطاة طوال الوقت تقريباً بالضباب الرطب. أغصانها الملتوية مغطاة بالنباتات المعلقة، نباتات تعلق بالأشجار مثل الطحالب والعلق والسحلبيات.
تمتص الرطوبة من الضباب فتشبع أنسجة جسمها بالماء ليصبح وزنها أحياناً أكثر بـ400 مرة من وزنها وهي جافة قبل أن ترمي المياه الفائضة على الأرض. هذا العالم المليء بالماء فقير بالمغذيات ولا يمكن السماح لأي شيء هنا بأن يذهب هباءً. ونقص النيتروجين في التربة دفع بعض النباتات إلى القيام بالمستحيل لتحيا. مغطاة بشعيرات رفيعة جدا مع سائل لزج عند أطرافها تلتقط نبتة السانديو فريستها وهي في الهواء تماما كما يخيط العنكبوت شباكه لاصطياد الحشرات. كلما صارعت الحشرة للإفلات علقت أكثر، تلتف حول نفسها لتضمن هزيمة ضحيتها. تبدأ السانديو بالتهام خلايا الحشرة والمغذيات القيمة التي في داخلها. أنتجت غابات الغيوم في سريلانكا جيشا من المتخصصين. فيلق من الديدان الألفية تسير لتفتت المواد المتحللة. لكل شيء هنا تقنية خاصة به ليبقى حياً. قابلو ضفدع الصخور المرصع، هذا النوع الفريد موجود في سريلانكا وفي قمم هذه الجبال فقط. جسمه المسطح بشكل غير عادي ينساب تماماً مع محيطه الصخري، ما يساعده على الاستمرار في هذه الجداول الجبلية السريعة والضحلة. تماماً مثل سلطعون المياه العذبة هذا، يعيش على ارتفاع 1500 متر فوق سطح البحر. إنه واحد من 49 فصيلة من سلاطعين المياه العذبة. تماماً مثل الرجل الأشجار هذا، القرد الدب يرتاح على الغصن. فروه الطويل المعد خصيصاً يساعده على التأقلم مع الطقس البارد. تماماً مثل قريبته الرمادية والبيضاء اللون التي تعيش أسفل الوادي. إنه أيضاً قرد ذو وش أرجواني، يأكل أوراق الأشجار، لكنه تأقلم مع الرطوبة والبرد بالرغم من أن فروه السميك بحاجة إلى بعض العناية. ولد قبل شهرين في الوقت الأكثر برودة خلال العام، لكن هذا الفرو السميك هو ما سمح له بالنجاة في أكثر أيام السنة برودة. ولديه أفضلية أيضا لكونه من عائلة من القردة، وجدت حيلة لتسهل حياتها. صباح كل يوم تتسلل إلى واحدة من أعلى حدائق سريلانكا النباتية. لا يوجد حيوانات مفترسة فيها. ستكون خسارتها نهاية حزينة لقصة بدأت قبل 300 سنة. ففي القرن 18 وصل البريطانيون إلى هذه الغابات، حكموا هذه الجزيرة وقطعوا الأشجار ليفسحوا المجال أمام زراعة محصول جديد ومستورد. أصناف لا نجدها في مكان آخر من العالم باتت معزولة عن باقي سريلانكا. مع حلول الليل فوق ما تبقى من غابات سريلانكا، شبكة من النجوم تهبط فوق الأشجار. Thank you.
تخرج العقارب والقنافذ والخفافيش من الظلال منجذبة إلى هذا النور الخافت. أسمية مع استمرار البدر بنشر ضوئه في السماء، فإن ضوءه هذا يحث زهرة كادوبول على إظهار جمالها الرقيق. واحدة من النباتات القليلة في العالم التي تتفتح في الليل، وبعد أن تضيء خيوط أشعة الشمس الغابة، النباتات والأشجار التي تستيقظ خلال النهار تكمل صراعها للحياة. أشجار كثيرة لا يمكنها الاعتماد على الرياح لنشر بذورها، لهذا عليها الاعتماد على الحيوانات لتفعل هذا. ومع أجنحة يصل طولها إلى قرابة المتر، خفافيش الفاكهة الضخمة قوية وسريعة. إنها الخفافيش الأضخم في العالم. كل صباح هذه الحيوانات الليلية تتخذ ملجأ جماعيا لها في أعلى أشجار الغابة. هذه الوجوه ذات الأنوف المسننة تعطيها اسمها المعروف بالثعالب الطائرة. المخالب على قوائمها متكيفة تماما لتحمل وزن كل مخلوق. خلال النهار لا تجد ما تقوم به سوى التعلق، وربما تبرد نفسها قليلاً إن كانت الحرارة مرتفعة. هذه الخفافيش هي من يهتم بهذه الأشجار. كل ليلة تغادر المجسم بحثاً عن الفاكهة والرحيق، وحين تفعل هذا تنفذ بلا معرفة منها أحد أهم الأدوار في النظام البيئي للغابات المطيرة. مع تقسيم الغابات وتفريقها، هذه الخفافيش هي الوحيدة القادرة على نقل البذور الكبيرة من بقعة لأخرى، فتساعد الغابة على التجدد. وبتنقلها بين الأشجار المرتفعة تحمل معها رسائل الحياة. ويعتقد العلماء الآن أن الخفافيش هي العوامل الأساسية لإعادة الغابات إلى ما كانت عليه سابقاً.